يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم بسكوت النوتيلا، سهل وسريع ولذيذ، ومقاديره مهي بواجدة ولا فيها حاسة. هنا عندي 2 كوب دقيق، عليه رشة ملح بسيطة، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، حبة بيضة، وفانيلا سائلة علشان زفر البيض. وهنا نوتيلا راح احتاج الى 180 جرام نوتيلا، يعني اللي 400 جرام، من 180 الى 200 جرام نوتيلا، يعني العلبة اللي تجيك 400 خذي نصها بس. وتزيين الوجه، راح احط هيرشز الابيض او الشوكولاته اللي كذا البني، وانتم عاد بالخيار بطريقة التزيين. اللي راح اسويه اني راح اخلط البيضة مع النوتيلا والفانيلا زين قبل لا اضيف لها الدقيق، والدقيق يكون اضافته بالتدريج. حطيت النوتيلا والحين نحط البيضة، شوي فانيلا، ونخلطهم زين مع بعض. ولازم تخلطونها زين عشان تختلط، وزي ما تشوفون الوصفة ما فيها لا زيت ولا يحزنون، لأن النوتيلا فيها زيت فما نحتاج. وانتم تحركون كذا تضيفون الدقيق بالتدريج وقلبوا. يلا خلاص، هذه العجينة زي ما تشوفون لينة وجميلة، وشوفوا ما تحتاج زيت، شايفين لمعة الزيت من النوتيلا تكفي. بكورها كور صغيرة وبحطها بصينية الخبز، طبعا صينية الخبز حطيت فيها ورق الزبدة، بوريكم الحين. ناخذ كورة، شايفين الحجم ما يكون كبير، أو اختاروا الحجم اللي أنتوا تبغونه. يلا بدر. خلاص بسكوتاتي خلصت، الحين بدخلها الفرن تقريبا درجة الحرارة من 160 إلى 170 الرف الأوسط، ما تاخذ أكثر من 10 دقائق. وحطيت بوسط العجينة وايت شوكلت من هيرشز، مرة شكلها جميل والريحة مرة حلوة، وهي لسه ما انخبزت. وهذا البسكوت وخلص، ما أخذ ولا 8 دقائق، حتى مو 10 دقائق. بصفها بصحن التقديم وأوريكم الريحة شيء بعد. ها وش رأيكم؟ لذيذ 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 يا بنات، وسهل ما يبي له شيء. وبالعافية.